بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الشمس مصدر مجاني للحرارة والضوء. يقول العلماء لو قدر للبشر أن يستفيدوا من كل الطاقة التي تبثها الشمس خلال ثانية واحدة فقط، فإن هذه الطاقة ستكفي العالم بأكمله، لتزود العالم بأكمله بالطاقة لمدة 100,000 سنة. تأملت أخي، يعني 100,000 سنة في ثانية واحدة فقط. فتأملوا معي كم تبث هذه الشمس من الطاقة، وكم تقدم من خدمات مجانية سخرها الله سبحانه وتعالى من أجلنا. وصدق الله عندما قال في القرآن الكريم، يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. سورة الرعد آية 2، والله أعلم.